السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على ازاي انا اكريت الفيرست انجلر ابلكيشن باستخدام طبعا ايه الانجلر سي ال اي اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو السابق. تمام، محتاج ان انا عشان اكريت الفيرست ابلكيشن لازم اخلي بالي ان انا محتاج يكون عندي ران او انستوليشن للانجلر سي ال اي، واحنا شرحنا ازاي. تمام، كمان محتاج ان انا اشغل الكوماند لاين بتاعي او افتح السي ام دي واروح ران كوماند لاين ده ان جي نيو ماي اب. ماي اب ده هو عباره عن اسم الابلكيشن بتاعي، ابلكيشن نيم، وان جي نيو ده الكوماند لاين بتاعي اللي هيكريت لي او هيجنريت نيو ابلكيشن. تمام، يبقى هنا الان جي ده هنا جنريت نيو اب. تمام، وادي هنا ده الاب نيم. تمام، بعد كده بعد ما انا عملت الكلام ده هتلاقي الابليكيشن بيسالك على بعض الاسئله، انت السي سي ستايل بتاعه ايه، محتاج راوتنج ولا لا، فهيسالك شويه اسئله ويبدا يبعت كده جنريت الابليكيشن بتاعك. بعد ما نخلص خالص انا محتاج ان انا اشغل الابليكيشن بتاعي، فمحتاج اعمل ايه خطوتين. اول حاجه هنافيجيت على الابليكيشن فولدر بتاعي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هرن الكوماند لاين اللي هو ايه؟ ان جي سيرف داش داش اوبن، يبقى هنافيجيت، دي رقم واحد. رقم اثنين، تمام؟ يبقى دي هنا عشان اقول ان ده هنا رقم واحد. رقم اثنين رن الكوماند لاين بتاعي. تمام؟ بعد كده انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ بعد ما جنريت والكلام ده كله هتلاقي ان انت بتقول له ان جي سيرف داش داش اوبن. كلمه داش داش اوبن احنا عارفين ان جي سيرف هتعمل بيلد وترن الابلكيشن بتاعك في الامبيدد سيرفر اللي موجود جوه الانجلر. طب بس الداش داش اوبن بتعمل ايه؟ بتعمل اوتوماتيكلي اوبن ذا براوزر، بتعمل اوتوماتيكلي اوبن ايه البراوزر بتاعك على اليو ار ال اللي انت شايفه ده، لوكال هوست بورت 4200. طبعا البورد اللي هو ال 4200 ده عباره عن الديفولت بورد بتاع الانجلر بتاعك. تمام، ان جي سيرف ده انت لنفترض ان انت هتقعد تعدل في الكود بتاعك، فما تقلقش خالص، هو كل ما انت بتعدل هو بيعمل بيلد وبيرن تاني اول وجديد. فعشان كده ان جي سيرف ده بيعمل هنا بيلانش السيرفر، وفي نفس الوقت اي تشينج انت بتعمله على الفايلات بيروح يعمل له ريبيلد من اول ايه وجديد. يبقى ان جي سيرف حاجه من الحاجتين، بيلانش السيرفر وبيعمل بيلد ويرن الابلكيشن، وفي نفس الوقت بيعمل واتشز على مين؟ على الفايل بتاعك، لو حصل اي ابديتس ولا حاجه يعمل ريبيلد ويروح يرن الابلكيشن بتاعك عشان الابديتس دي تبقى على طول اوتوماتيكلي ايه بتعمل راين. كانوا بيعمل حاجه اسمها لايف سيرفر. تمام، ده بالنسبه هنا للكرييت فيرست انجلر ابلكيشن. محتاجين بقى ان احنا نعمل الكلام ده على مستوى ايه؟ على مستوى الفيجوال، على مستوى مش هنستخدم دلوقتي فيجوال ستوديو، هنستخدم الكوماند لاين دلوقتي. هنروح حاليا دلوقتي الكوماند لاين، زي ما انتم شايفين كده انا فتحت الكوماند لاين بتاعي بالشكل ده كده. تمام، اقول ان هو سي دي على ديسك توب. طبعا هو ما تعملش على طول الابلكيشن بتاعك على الديسك توب، بس انا عايز اعمل حاجه بسرعه، فانت تعمل فولدر سميه مثلا انجلر ابلكيشن. تمام، وتروح تخلي الكوماند تروح انت على الفولدر بتاعك. تمام، تقول له الباص بتاعك، وبعد كده تقول له ان جي نيو ماي بالشكل ده كده، او ماي انجولار داش اب. تمام، واروح ارن، هتلاقيه سألك سؤال انت عايز تكريت راوتنج. السؤال ده مهم جدا. تمام، انت عايز تكريت راوتنج ولا لا؟ طبعا احنا مش هنتكلم عن الراوتنج، الراوتنج المفروض بيه النافيجيشن بتاعك على مستوى الابلكيشن، بس احنا مش عايزين نعمل راوتنج دلوقتي. تمام، فعشان كده هقول له لا نو. هيسألك انت عايز سي اس سي ولا ساس ولا ليس ولا ستايلس، انا محتاج ان انا استخدم سي اس سي. هتك انتر، هيفضل يقعد يكريت الابلكيشن بتاعك او الفولدر بتاعك زي ما انت شايف. دي كل الفايلات اللي بيحصلها جنريت الانجلر جيسون، الباكج جيسون. لسه هنقعد بقى نتكلم على الفايلات دي كلها وايه الكومبوننت بتاعك اهوت والموديولز بتاعتك والاي تو اي تيست سبيكس. سبيكس يعني تخصص بالتستنج على طول.
والانفايرمنت برودكت والديفلوبمنت، كل ده هيفضل هو يعمل لك هنا ايه؟ يجنريتو لك لحد ما الابلكيشن بتاعك يخلص. وبعد ما يخلص خالص هنروح دلوقتي على طبعا انا سايب ان هو يعني سايب ان انت تقعد تنستول كل الكلام ده كله قدامك في الفيديو عشان تبقى انت شايفه قدامك. وبعد ما نخلص خالص هننافيجيت على الفولدر بتاعنا اللي هو الابلكيشن بتاعنا اللي هو الماي اب، وبعد كده اروح ارن السيرفر بتاعي ان شاء الله. زي ما انت شايف لسه انا بس مش عايز ان انا اوقف الفيديو علشان تشوف كل عملية الانستليشن اللي بيحصل تبقى قدامك. ممكن يبقى الفيديو شوية طويل بس اهم حاجة ان انت تبقى شايف الموضوع لايف قدامك. لسه كل ده عمال بيسيت اب طبعا، كل ده ابلكيشن يعني كل دي فايلات بيقعد يعمل لها سيت اب. الموضوع بياخد وقت شوية بس أهم حاجة إن هو يظبط الكونفيجريشن بتاعتك بحيث إن أنت بمجرد ما يخلص هتعمل النافيجيشن على الفولدر وبعد كده تروح ترن الابلكيشن بتاعك. خلاص خلصنا، أول ما تشوف الرسالة ديت يبقى أنت خلاص خلصت successfully initialized، تمام الجيت معاك كل حاجة تمام دلوقتي زي ما أنت شايف. بقى هنا فوق خلاص الباكج حصل لها انستليشن كمان، يبقى كده احنا هنا ايه تمام وفي السيف سايد بتاعنا بالظبط. طيب بعد كده انا قلت لك هنعمل ايه؟ راح اقول له CD ماي انجولار اب، اعمل تاب عشان يفتح الابلكيشن بتاعي. احنا هنا بقى هنا على الباص بتاع الابلكيشن، واقول له ان جي سيرف داش داش اوبن بالشكل ده كده واضغط انتر. اللي هيعمله هيعمل عمليه بقى الكومبايلنج بتاعنا، احنا شغالين تايب سكريبت، تايب سكريبت هتعمل كومبايل، فدلوقتي هو هيعمل عمليه الكومبايلنج. هي بس زي ما بيقولوا كده ايه اول طلعه، وبعد كده بعد كده موضوع الكومبايل ده مش هياخد وقت بالشكل ده كده. ده هنا الكومبايلنج زي ما انت شايف بالشكل ده كده تمام. طبعا زي ما انت شايف هنا احنا طبعا هنبدأ نتكلم
تفصيل ان شاء الله على الحاجات دي، ايه هو الانجولار كور، موجود فيه ايه. تمام، وايه هو الانجولار مومنت، وايه هو الانجولار بلاتفورم براوزر. كل الكلام ده مهم جدا. وايه هو الديناميك بلاتفورم، دي كلها حاجات موجودة في الباكج بتاعت الانجولار. بدأ يعمل بيلدنج داتا وات 10، دول الاربعة موديولز بتاعتنا، وعمل لهم بيلد 10%. دلوقتي الموضوع بدأ يخلص، اكتر من كام موديول دلوقتي شايفهم. مجرد ما يخلص خالص، تمام، عملت شانك كل حاجة اوكي، كومبايلد سكسسفولي زي الفل اهوت. يبدأ دلوقتي يفتح لك ايه في البراوزر، وتشوف اول ابلكيشن عندك بالشكل ده كده، اهو ماي انجلر اب زي ما انت شايف كده از راننج. طبعا ده هنا ده الديفولت تمبلت بتاعت الانجلر. تمام، جايب لك انت عايز، جايب لك هنا كمان انت عايز تجنريت كومبوننت، تستخدمها ازاي وتجنريت كومبوننت. تمام، ده البورد دوت 4200 زي ما انت شايفه كده. تمام، ده بالنسبه مديك. طبعا انت عايز تعلم انجلر، بيديك لينك على ازاي تعلم انجلر، عايز تشوف السير لاي دوكيومنتيشن، الانجلر بلوج، ازاي تاد الانجلر ماتيريال، ازاي تعمل نيو كومبوننت. تمام، كل الكلام ده زي ما انت شايفه هنا، ايه نيو كومبوننت، انجلر ماتيريال ازاي تضيفه، البي دبليو ايه ده، انت لو عايز يعني بروجريس ويب دي بندانس هتضيفها ازاي، ازاي تران وتست، بيلد فول برودكشن، ان جي بيلد داش داش برودكشن، كل ده ان شاء الله على مدار ما احنا شغالين هناخد الكلام ده كله. تمام، وبكده يبقى خلصنا ازاي نعمل كريت اول فيرست ابلكيشن خاص بالانجلر.